تعالوا نروح نشوف دلوقتي فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا. وجي معادنا دلوقتي مع فقرة السوشيال لاب اللي من خلالها بنحلل الأكاونتس المشاهير وبنشوف إزاي بيتعاملوا مع السوشيال ميديا وإيه هي الأبليكيشنز اللي بيتفعلوا معاها أكتر. والنهاردة نجم السوشيال لاب مش زي أي مرة ممثل أو مغني، النهاردة اخترنا لكم نجم كلنا بنحبه. خلينا نروح إنستجرام محمد صلاح لأنه بيتفاعل عليه بشكل كبير. بيتابع محمد صلاح 55 مليون و100 ألف متابع، وهو بيتابع 217 من نجوم الوسط الفني والوسط الرياضي. محمد صلاح لحد دلوقتي نشر 870 صورة وفيديو. تعالوا نشوف الصور عبارة عن ايه. محمد صلاح ناشر اكتر من 200 صورة لي وهو بيحتفل بأي مباراة كسبها او جول جابه، و300 صورة من نجوم لعيبة الكرة في انجلترا ومصر. وكلنا عارفين تعلقه وحب المنتخب ده منتخب مصر، فهو نشر اكتر من 20 صورة جماعية مع المنتخب، منها صور هزار مع اللعيبة وصور تمارين للمباريات. المعروف عن محمد صلاح اهتمامه بالرياضة والتمرينات، فعشان كده هو نشر اكتر من 30 صورة لي وهو في الجيم بيتمرن او في الملعب بيتدرب. ومن اهم الصور على الاكاونت صورته مع الامير ويليام وزوجته في حفل ايرث شوت اللي حصلت على 1,800,000 لايك. اما عن حياته الشخصيه فهو بيحب يشارك جمهوره اجازاته والوقت اللي بيقضيه مع عائلته، وعشان كده نشر اكتر من 20 صوره تجمعه مع زوجته وبناته وكمان البلاد اللي بيقضي فيها الاجازه بتاعته. من الفيديوز اللي حصلت على نسبه مشاهده عاليه فيديو اهداف محمد صلاح وحصلت على 4 مليون مشاهده و800,000 لايك.